أهلا بكم. أنهت أمانة عمان الكبرى استعداداتها في العديد من مواقع بيع الأضاحي وسط تشديدات متعلقة بإجراءات الصحة والسلامة العامة التي فرضتها جائحة كورونا لتطبيقها على أرض الواقع في المرحلة المقبلة. 11 موقعا تم تحديدها في مناطق مختلفة في العاصمة عمان بغية بيع الأضاحي. تحديد هذه الأماكن من قبل أمانة عمان الكبرى جاء لتجنب حدوث ضرر مباشر على المواطنين والبيئة. راح يكون في تباعد، راح يكون في كمامات، التزام بالكمامات، وكل الشروط الصحية إن شاء الله تكون موجودة يعني. في هذا العام والذي سبقه تم مراعاة الظروف التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا في أماكن بيع الأضاحي، وبناء على ذلك سيتم التشديد على التباعد الجسدي أثناء البيع ومراقبة التقيد بوسائل الصحة والسلامة العامة. مستعدين يعني من ناحية تباعد ومن ناحية كمامات والتزامات. يعني الأسعار والله زي ما حددتها يعني تقريبا وزارة الزراعة متراوح يعني البلدي من بين 180 ل 220، والروماني عندك مشكل تقريبا من 150 160 170 دينار تقريبا. والأسعار يعني زي ما تقول محددة من قبل الحكومة، يعني الكيلو علينا احنا 4.90، لما تبيعه للزبون بخمسة بيقول لك مثلا ليش؟ وتكلفة وأعلاف وشوال العلف حقه عدم مؤاخذة يعني 16 ليرة. وضع الحظائر في الأماكن السكنية وعشوائية التوزيع بالإضافة إلى المكاره الصحية أمور يأمل المواطن تجنبها عند بيع الأضاحي هذا العام، مع مناشدات بضرورة مراقبة الأسعار من قبل الجهات المختصة. التعقيم المستمر في هذه المواقع بات ضرورة ملحة في ظل أزمة كورونا. من ناحيتها أمانة عمان الكبرى تؤكد أن المسافة بين كل حظيرة وأخرى تبلغ 100 متر لتحقيق مبدأ التباعد الجسدي بين المواطنين، مع العلم أن الأطباء البيطريين سيقومون بفحص الأغنام بشكل مستمر في الفترة المقبلة. أيمن الحمود، المملكة، عمان. لنتحدث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من عمان المدير التنفيذي للرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى دكتور ياسر الخيطان. أهلا بك معنا دكتور ياسر يسار. أهلا بك معنا دكتور. كم يبلغ عدد حظائر الأضاحي التي وضعتها الأمانة في مختلف أنحاء العاصمة، وأيضا ما هي آلية التوزيع التي اعتمدتم عليها؟ صباح الخير سيدتي. صباح النور. تم اختيار 9 مواقع حظائر بالإضافة للموقعين الدائمين هو مسلخ الماظوني ومسلخ عمان المركزي. بكل موقع من الأضاحي 9 مواقع اللي شملتها من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، من أقصى الشرق للغرب، غطيت عمان بالمجمل بهذه المواقع. يعني بوجد فيها حوالي 300 أو 400 حظيرة راح يكون بداخلها. اهتمينا بكثير تفاصيل. أول شيء أن كل حظيرة يبقى مساحتها 100 متر بداخل الحظيرة، يعني لا يتجاوز 100 رأس من الأغنام. كل حظيرة وأخرى الابتعاد بيناتهم بحدود 10 متر. وضعت بكل حظيرة في مكان مذبح في برميل دم من أجل وضع الدماء فيه، يعني لا تختلط مع التراب حتى لا يصير لا سمح الله إذا كان في أضحية غير يعني كانت قبل الذبح غير صالحة للاستهلاك البشري وكان فيها بكتيريا، هاي البكتيريا بتتحوصل وتختلط مع الأتربة. كمان قضية الرش المبيدات بشكل مباشر بشكل مستمر بأوقات محددة، في سيارة رش أمام كل موقع أضاحي. كذلك قضية الإنارة بشكل كامل، زملائنا معاونين السير من دائرة عمليات المرور بأمانة عمان وكذلك إدارة السير، الإدارة الملكية لحماية البيئة، وزارة الزراعة، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يعني غطي الموقع بكل تفاصيله بكل بشكل كامل. مشان هيك احنا ندعو مواطننا العماني ومواطننا الأردني أنه يلتزم بهذه المواقع لعدة أسباب. المهم جزء مهم جدا من هذه الأسباب، أولا أنه بكون العرض والطلب كثير، فبذلك فهو يحصل على السعر المناسب. النوعية عدة أنواع بحصل على النوع الذي يريده. ثلاثة أنه الأهم أنه تعاقدت أمانة عمان مع نقابة الأطباء البيطريين لتوفير 50 طبيب بيطري يقوم بفحص ما قبل الذبح وفحص ما بعد الذبح. يعني سوف يأخذ المواطن أضحيته صالحة للاستهلاك البشري وحسب الأصول من ناحية شرعية ومن ناحية صحية. في حال لا سمح الله أن الأضحية كان يوجد فيها خلل صحي أو خلل شرعي، فمن التعهد واجب على صاحب الحظيرة أنه يقوم باستبدالها، ويقوم باستبدالها مباشرة إذا تم إتلافها أو ما تم التعامل معها من قبل الطبيب البيطري.
هذا 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 جزء من التفاصيل المهمه في هذا الموضوع. طيب دكتور تحدثت نعم تفضل. بعد اذنك، بالاضافه للاهم موضوع، احنا بجائحه كورونا السنه هاي حاولنا جاهدين، يعني اول شيء قضيه بالتباعد بين الحظائر، واحد الالتزام بشروط الصحه والسلامه العامه من ناحيه كمامات والتباعد الجسدي، وفرنا في كل موقع في اطباء بيطريين مسؤولين بالموضوع هذا، من ناحيه حكينا من ناحيه صحه وسلامه اللحوم، وكذلك يوجد 3 مراقبين صحه بكل موقع من ناحيه من اجل الالتزام بموضوع الصحه والسلامه العامه للجميع. هذا كله بالاضافه انه سوف يعني احنا لا نبغي ان نصل لتلك المرحله انه في حال المخالفه يعني سوف يتخذ اشد الاجراءات القانونيه بحق ذلك. هذا كله كل ما اتخذته امانه عمان هو مجاني. هاي التجربه بكل ما تحمل من معنى وكل الامكانيات اللي قدمت للمواطن مجانا، هي الاولويه فيها للحظائر، هاي مواقع الاضاحي، اصحاب رخص المهن الملاحم واصحاب كروت الحلال. هاي اللي بتخدم تقريبا ما يعني اذا ما بدي بحدود ال 400 او 400 او 500 يعني 500 شخص من هذول الناس اللي بيعملوا بالموضوع هذا. طيب دكتور تحدثت عن 9 مواقع تم توزيعها على العاصمة عمان، كيف سيعلم المواطنون بالموقع تحديدا اين هو؟ هل تعلنون على موقع الأمانة؟ معلوم تم الإعلان على موقع الأمانة بالجوجل ماب موجودين، إذا تسمحي لي أذكرهم على عجالة إذا بعد إذنك. إذا الآن تفضل على طريقة شاشتكم، أولا منطقة ماركة بشارع الملك عبدالله الأول مقابل مستودعات الجيش، ثانيا منطقة طارق بمنطقة الكسارات، منطقة طارق يعني طبربور، بعد ذلك سويلح سيدتي شفا بدران آسف بشارع ضيف الله الحمود مقابل مركز أمن شفا بدران مقابل المقبرة القديمة، بسويلح بشارع رفاع الأنصاري قريب من المنطقة الصناعية، بالزهران والمقابلين وبدر نزال بشارع الأمير حسين، القويسمي بشارع الجسور العشرة، النصر بشارع الحزام الدائري قريب من قضية الكاميرا، ثامنا بمسلخ الماظونة بالماظونة، وكذلك بوادي السير بحي الظهير شارع نالتشيك، وأخيرا وليس آخرا مسلخ أمانة عمان المركزي سوف يتم الذبح فيه الأضاحي مجانا، يعني بدون أي تكلفة نقدية أو فلوس، يعني بتجلب أضحيتك وبتذبحها بمسلخ عمان. البروتوكول الصحي تم اعتماده بكل بكامل الوضع من وزارة الصحة بقضية التباعد الجسدي، واحد وتعقيم أي شخص بفوت على المسلخ يتم تعقيمه حسب الأصول، وأي مركب يتم تعقيمها حسب الأصول، وبالإضافة لذلك أنه الفحص ما قبل الذبح وفحص ما بعد الذبح بالنسبة للطبيب البيطري الموجود. نعم دكتور، بالنسبة للشروط التي تم وضعها، هل هنالك شروط خاصة بالنسبة للأضاحي الجمال والأبقار تحديدا؟ هناك شروط نعم. خاصة مختلفة؟ نعم نعم. هلا بمواقع الأضاحي احنا حكينا انه الجمال والأبقار ما في مشكلة بعرضها، ولكن الذبح فقط بمسلخ أمانة عمان. لماذا بمسلخ أمانة عمان؟ لأنه الاستعدادات والإمكانيات هناك قائمة، هناك يوجد المعدات اللازمة والواجبة من أجل ذبح الأبقار وذبح الجمال، واحد واثنين يعني بصراحة انه هناك المقدرة الطبية بتكون بالموقع، هناك بيقدر يشخص الحالة بشكل اكبر لانه هناك الامكانيات اكثر. دكتور بعد انتهاء فترة العيد هنالك دائما المشكلة نفسها تتكرر، هي وجود مكاره يعني تكون مخلفات للأماكن أو المواقع التي يتم فيها الأضحية، هل اعتمدتم إجراءات معينة؟ هل هنالك نصائح معينة يمكن أن تقدموها للمستأجرين أو تلزمونهم بطريقة معينة على تنظيف المكان وعدم ترك مخلفات ومكاره نعاني منها كل سنة بالرغم من تأكيداتكم بأنه هذه المشكلة سيتم السيطرة عليها؟ أولا سيدتي، إذا الناس التزمت بمواقع الأضاحي، مواقع الحظائر أو الأضاحي اللي ذكرتها مسبقا، أول شيء أمانة عمان وفرت لهذه المواقع بكل حاويات خاصة سيتم إزالة المخلفات بشكل دوري، بشكل يعني حسب الساعة كل نصف ساعة بتم الإزالة. عمال الوطن، عمال زملائنا وحبايبنا عمال الوطن راح يكونوا موجودين بالموقع،
كذلك سيارات رش راح تكون موجوده بالموقع. هلا احنا بنحكي يعني خلينا نحكي بالجانب الاخر، العشوائيات اللي بندعي دائما لعدم الاعتماد منها، لعدم الشراء منها، اول ان لعدم وجود فحص بيطري فيها، يعني عدم التاكد من صلاحيه اللحوم حسب الاصول، عدم صلاحيه الاضحيه حسب الاصول. اثنين احتماليه الكبرى احداث مكارث صحيه، واللي بتحكي عنها حضرتك تفضل في صاحبك. لكن دكتور هذه العشوائيات التي تتحدث عنها بالرغم من نصيحتك والنصيحه المقدمه كل موجودة سنة من الأمانة، هنالك من يشتري ويتعامل معهم، يشتري منها. هل تطبقون تفرضون شروط معينة؟ هل هنالك رقابة قوية على عدم أصلا وجود هذه العشوائيات؟ نعم، العشوائيات سوف تكون من قبلنا يعني بوضوح وبصراحة، نحاول جاهدين انه الالتزام بمواقع الحظائر الاضاحي المصرح لها. في حال وجود هذه المواقع الحظائر يعني كانت قريبه من السكان، قريبه من الشوارع، سوف نتم التعامل معها حسب الاصول، ازالتها ضمن الاطار القانوني وحسب الاصول بما اتبعنا. هلا بالاضافه لذلك انه هاي المواقع اذا سمح الله صار فيها مكره صحيه تم الاعاز لدائره ضبط نقلات الامراض ورعايه الحيوان، انه تقوم استمراريه الرش حتى بالاماكن المخالفه، وزملائنا وعمال الوطن وحبايبنا عمال الوطن سوف يقوم بازاله المكاره الصحيه. يعني حاولنا جاهدين من جميع الجوانب انه نخرج بعمان بهيه، عمان الجميله تبقى جميله، دره التاج الهاشمي وعاصمة الأردنيين جميعا تبقى بجماليتها وبأجمل منظور مستمر خلال فترة إن شاء الله عيد الأضحى المبارك. نعم، نرجو أن تكون هذه السنة مميزة بالنظافة والالتزام بالشروط الصحية. شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت بخير، ولجميع أيضا مشاهدينا كنت معنا عبر سكايب من عمان، المدير التنفيذي للرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمان الكبرى دكتور يسار الخطاب.